نقف اليوم مع هذا المعنى
مع آية عظيمة والقرآن كله عظيم، مع آية معذرة والقرآن كله معذر. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. أقول أيها الإخوة، ونحن في طريقنا إلى الله تبارك وتعالى، ونحن ذاهبون إلى الله سبحانه وتعالى، لا بد أن نحدد غايتنا وهدفنا ووسيلتنا. أقول كلام بكل سهولة ويسر، وأنت في طريق أي طريق لابد أن يكون لك غاية تريد أن تصل إليها، وهدف تريد أن تحققه، ووسيلة تعبر بها هذا الطريق. كلام مش عاوز مشايخ ولا عاوز فقهاء، ده كلام الحياة. لو أنت مسافر رايح كاليفورنيا مثلا، عندك غاية. ما هي الغاية؟ أنك تصل إلى هذا المكان لتقضي حاجة ما، وعندك هدف بلوغ رسالة تعليمية، تحقيق مال، تحقيق شراء سيارة، متنزه ومصحى لك وللأولاد. هناك غاية وهناك هدف وهناك وسيلة. وسيلة المواصلات، هتركب القاطرة، هتركب الباخرة، هتركب الطائرة، تركب السيارة حسب استعدادك المادي وقدراتك. كل سفر له غاية، وفي اللغة الغاية أعلى من الهدف. يعني مثلا نحن غايتنا الله. ايه كلمة غاية؟ يعني آخر حاجة أنت عاوزها. يعني من الآخر خالص ماذا تريد؟ الله. الغاية الله. طب الهدف أقل شوية، الجنة. والوسيلة العمل الصالح. هي الخطة كده خالص. هما كلمة الأولى. غايتنا الله. عشان كده بشعار المسلمين الله غايتنا. يعني آخر شيء نحن، أهم شيء نريد أن نصل إليه الله. وبعد ذلك الجنة الهدف أقل شوية. لأن الغاية أعلى قدرا من الهدف وأبعد من الوصول إليها. ممكن واحد يوصل الهدف وما يوصلش للغاية. ممكن واحد يوصل الجنة وما يوصلش ربنا. يا سلام إزاي؟ يوصل الجنة وما يشوفش ربنا سبحانه وتعالى. ربنا ماذا يقول سبحانه وتعالى؟ للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. الناس المؤمنين المحترمين اللي حيروح يدخلوا الجنة. لكن شوف ربنا، ما هي شوف ربنا؟ الذين أحسنوا، الذين آمنوا، الذين أحسنوا. لأن الإحسان أعلى درجة من الإيمان. مش في حديث سيدنا عمر بن الخطاب مع النبي كده قال له أخبرني عن الإسلام. قال الإسلام كل المسلمين أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤدي الزكاة وتصوم رمضان ولو معك مصارف تشهد خلاص ده الإسلام. قال أخبرني عن الإيمان. قال الإيمان أعلى شيء، أن تؤمن بالله إيمان غيبي وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر قيامه وتؤمن بالقدر إن في قدر خير وشر. قال فأخبرني عن الإحسان. شو الإحسان ده؟ الإحسان ده عبادة مين؟ الناس الذين يرغبون في رؤية الله سبحانه وتعالى. نسأل الله أن يجعلنا من الوجوه الناظرة إلى ربنا لا تصدق. قال أخبرني عن الإحسان. قال الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه. وأنت تعبد ربنا كأن شايفه. كأن الله أمامك، لأنه كان أمامك. أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. اسمه إيه ده؟ الإحسان. وعشان كده النبي كان يقول اللهم اجعلني من المحسنين وإياكم جميعا يا رب العالمين. طيب، للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. الذين أحسنوا الحسنى يعني الجنة هي هدف. والزيادة هي الغاية، رؤية الله سبحانه وتعالى. يبقى هناك غاية هي الله اللي احنا كنا بنبتغيها. وهناك هدف أدنى درجة منها وهو الجنة. وهناك وسيلة لتوصلنا إليها وهو العمل الصالح. هذه الوسيلة بقدر قوتها وإحكامها تعبر بك العقبات. أنت لو سافر مشروع طويل رايح مثلا رايح مالي ولا رايح ميامي ولا انت عصور 24 ساعة بالسيارة، ثلاث سيارة كلها، عاوز ثمانية سلندر، عاوز دفع رباعي، في لما في سلوك يعطل عشان تستطيع انها تختلف. لكن لو سلفت السيارة تعبانة لا تستطيع. فالعمل الصالح هو الذي يجتاز بك هذه المراحل.
ويصل بك الى الله سبحانه وتعالى. يعني العمل الصالح اللي هو الوسيله ده التفسير. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وابتغوا اليه الوسيله. الوسيله يعني العمل الصالح، الوسيله التي توصلك الى الله تبارك وتعالى. ولذلك صح من حديث النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لابي ذر: يا ابا ذر، يا ابا ذر، كلمات مهمه، احسن سفينه فان البحر عميق، واستكثر من الزاد فان السفر طويل، وخفف ظهرك فان العقبه، العقبه امامك مطب قوي، امامك اجد صعب، امامك عقبه شديده، فما اقتحم العقبه وما ادراك ما العقبه فك رقبه، العقبه يعني في مشكله كثير، وخفف ظهرك من الذنوب فان العقبه كؤود، واخلص العمل فان الناقض بصير. سبحان الله. يا ابا ذر احكم السفينه، السفينه هي سفينه الحياه، احكم السفينه فان السفر بعيد طويل، احكم السفينه فان البحر عميق، وانت مسافر في البحر لازم تكون السفينه محكمه وتكون مصانه وجيده وحديثه. ترى سفينة العمل الصالح بتاعتنا عاملة إيه ونحن نسيت الله سبحانه وتعالى. واستكثر من الزاد فإن السفر إلى الله سفر طويل. ده درس مهم يا إخوة، لازم إحنا ندركه جيدا. أن تحصن وسيلتك وأنت تسير إلى الله سبحانه وتعالى. لما ربنا بيقول لنا في القرآن الكريم: والعصر إن الإنسان لفي خسر، كل الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، يعني عملوا الوسيلة وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الوسيلة العمل الصالح هو الذي ينجيك في الدنيا ثم ينجيك في الآخرة. نحن نبحث عن النجاح في الدار. العمل الصالح ينجيك في الدنيا من عقباتها ومشاكلها ومصاعبها، وينجيك كذلك في الآخرة. ده العمل الصالح لما كنا نسعى إليه ونبتغي. ولذلك أنتم تذكرون جيدا فيما صح من حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: بينما ثلاثة نفر يمشون في ثلاثة مشيين، فدخلوا غار أو كهف، فانطبقت عليهم صخرة، حديث محفوظ، فانطبقت عليهم صخرة فسدت باب الغار. ثلاثة مشيين دخلوا مكان، نزلت صخرة أغلقت عليهم باب المكان، فلم يستطيعوا الخروج، حاولوا كثيرا لكنهم عجزوا عن الخروج، فقالوا، وكانوا ناس صالحين، بيعينوا بعض على البر والتقوى، ودائما لما تكون رايح سفر كما قال أمر الصلاح: اختر الرفيق قبل الطريق، خذ واحد صالح، حتى حصل لك أي مشكلة يعينك على الخير، يعينك على التقوى، يعينك على البر، اختر الرفيق الصالح قبل الطريق. فكانوا الناس الصالحين فقالوا: لن ينجينا مما نحن فيه الا ان نتوسل، هو الوسيله، ان نتوسل الى الله بصالح اعمالنا. يعني نلجا لربنا سبحانه وتعالى ونبكي اليه ونقول: يا رب من اجل اعمال صالحه احنا عملناها ان نجينا مما نحن فيه. فقال احدهم: اللهم انه كان لي ابوين شيخين كبيرين، واحد منهم بدا أنا عندي، كان عندي أبوين شيخين كبيرين، فكنت لا أنام حتى ينام ولا آكل حتى يأكل. ده اسم الأدب. أنت ما تاكلش قبل أبويك، ولا تشرب قبلهما، ولا تنام قبلهما، ولا تسعد قبلهما، وهكذا. فذات يوم جئتهما بالطعام فوجدتهما قد ناما. هو موقف بسيط، أنت ممكن تكون موقف عادي خالص يعني، لكن هذا موقف تلك الجنة. هذا الموقف ينجيك من مصائب الدنيا ببساطة جدا. فجئت إليهما بالطعام فوجدتهما قد ناموا، وأولادي يصرخون جوعا، فأبيت أن أوقظ أبوي، ما رضيتش أصحي قبل يوم من النوم، وأبيت أن أطعم صغاري قبل أبوي، زي نأكل أولادي قبل أبي وأمي. فظل أولادي يصرخون حتى ناموا جوعا، وظللت أقف على رأس أبوي حتى طلع الفجر، فاستيقظ فأطعمتهما
قبل أولادي. اللهم إن كنت فعلت هذا العمل ابتغاء وجهك الكريم ففرج عنا ما نحن. فانفرجت الصخرة قليلا لكنه لا يستطيع أن يخرج. على صفحة. إحنا محتاجين نعمل كده. أنت ومالك الأمين إيه عندنا اللي بيخصم أبوه واللي بيزعل أبوه واللي صوته يعلى على أمين واللي ممكن ما يتصلش يقول لأبوه في البلاد ما يتصلش عليه كل أسبوعين ثلاثة مرة. ما هذا الشفاء؟ رزقك الله بباب إلى الجنة ألا تجد ألا تدخله؟ عاوزين نعلم أولادنا هذا. قبل أن نعلم أولادنا إحنا نكون بنعمل كده. بروا آباءكم يبروكم إيه؟ أبناءكم الجزاء من جنس العمل واعمل ما شئت كما تدين تدان. يبقى واحد قال له ربنا كان عندي أبي وأمي وخدمتوه وساعدتوه وأطعمتوه ففرج عنا ففرج بالسفر. لكن انفراج صغير. فدخل الثاني ثلاثة صالحين ركب صالحين ما فيهمش واحد فاسد ما فيهمش واحد يأكل الحرام ما فيهمش واحد يتعاون على الإثم والعدوان بل كانوا يتعاونون على البر والتقوى. فدخل يدخل كأنها مبارزة يلا كل واحد يجيب اللي عنده بقى امام الله سبحانه وتعالى نستعرض الخير وافعاله الخير. فقال الاخر اللهم انه كان فيه ابنة عم وكنت احبها اكثر ما يحب الرجال النساء وذات يوم اعوزتها الحاجه احتاجت الى الماء فجاءت تسالني فقلت لا اعطيك حتى تمكنيني من نفسك في الحرام فابت. فلما احتاجت شاءتني وتذللت الي فقلت لها حتى تمكنيني من نفسك فوقفت. فلما وقفت امامها موقف الرجل من زوجته قالت يا ابن عم اتق الله ولا تفض الخاتم الا بحق يعني لا تفعل الحرام. قال فقلت عنها ولم امسها واعطيتها من المال ما تريد فما صرفت. اللهم ان كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك الكريم ففرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخره قليلا لكنه لا يستطيع ان يخرج. عم صالح درس الشباب شبابنا الذين يرون المعاصي جهارا نهارا عيانا بيانا بالنهار قبل الليل وبالليل بعد النهار. نقول له خلي بالك ان كان المجتمع مفتح فنحن المسلمين عندنا ضوابط دائما اوقف عندنا خطوط حمراء عندنا الاسلام عندنا التزام عندنا افعل ولا تفعل مش افعل ولا حرج افعل ولا تفعل في ضوابط الاسلام. خلي بالك كل مثل هذا الشاب الذي تعفف عن الحرام عفوا تعف نساؤكم في المحارم وتجنبوا ما لا يليق بمسلمين. من يدري من يزن في دار بألف درهم في داره يدنى بغير الدرهم من يزن إذن به ولو بجدائه إن كنت يا هذا لبيبا فافهمي يستطيع سبل المودة والإخاء عشت غير مكرم لو كنت حرا حرا من سلالة طاهر وما كنت هتاك لحرة المسلمين. ازاي يتعرف المسلم على الحرام؟ ده درس يحتاج الى خطط كثيره لكن احنا بنتكلم عن الوسيله. يبقى ناس مستعدين ثلاثه دخلوا الصخرة غلطت عليهم. واحد قال يا رب انا كنت بنخدم ابويا وامي وبنذل ابويا وامي خلاص بفتح الصخرة ان شاء الله. والثاني قال يا رب تمكنت من الحرام فلن افعل كما لم يفعل يوسف الصديق. فانفرجت الصخرة قليلا. فدخل الثالث صاحب السباق الثالث قال يا رب انه كان عندي عامل اجير ويأخذ كل يوم عند غروب الشمس أجرة وذات يوم عمل عندي ولم يأخذ أجرته وانطلق وبحثت عنه فلم أجده. ما أعرفش الإيميل بتاعه ما أعرفش التليفون ما كانش في وسيلة مواصلات ما أعرفش بدون الأجر بتاعه. فنميت له أجرة يعني خدت الكلام 10 دولار ولا 20 دولار ولا 100 دولار نماهم واشترى بهم شاة من الغنم ثم ولدت فربنا فكبرها فنماها حتى صار عنده قطيع آلاف من الأغنام بأجرة هذا الرجل. قال وبعد سنين عددا جاءني الرجل العامل تذكر مر بالطريق وتذكر كان له هنا مرتب كان له هنا شك ما قالوش. فقال هذا الأجير لصاحب المال إنني عندك حق أعطيني حقي. قال نعم. أترى هذا القطيع أكثر من 2000 رأس من الغنم؟ أترى هذا؟ قال نعم. قال كله لك خذه. فقال استهزأ بي يعني انت تسخر مني؟ قال لا والله
هذا ملك من ميتولك. قال فأخذ القطيع وساقه وانطلق. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك الكريم ففرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة وخرجوا يسعون أو كما قال صلى الله عليه وسلم. حتى بلد مالك أكل الحمام أعطي الأجيرة حقها وقبل إيه؟ أن يجب عرض الحقوق أكل أموال الناس. لو كان أكل في القرآن مرة واثنين وثلاثة إلى أن تتكرر بنفس الله وبنفس المعنى. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. أوعى تأكل الحرام، أوعى تأكل حق الأجير، قل أو كثر إياك بل أعطيه أكثر من حقه حتى لا يسألك أمام الله سبحانه وتعالى. المسؤولين كل الناس موجودة وشغالة وعندها نفس المحلات وعندها نفس في الأعمال بتاعتك ولا شغالين معاها كله شغال معاها. اتقي الله في هذا، اتقي الله في الأجير، فاعطي حقه. وهكذا فعل الرجل فكان سببا لنجاة العمل الصالح. الوسيلة هذه سبب في نجاتك في الدنيا ونجاتك كذلك في الآخرة. هذا ما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ويحث أصحابه على فعله. حتى لما كانوا يحتاجوا شيء كان يتضرعوا إلى الله لصالح أعمالهم. إحنا النهاردة الناس كلهم يلجأ لما تحصل عنده مشكلة عم يروح للشيخ فلان عشان يدعي له ولا يقول آه ماشي هذا شيء حدث. لكن تقرب إلى الله لصالح عملك أنت. فأنت لم تعبد الله بلسانك فلان ولا بلسان فلان، بل عبدت الله بلسانك أنت. تعرف على الله كما فعل يونس بن متى وسيدنا يونس بن حفص. سيدنا يونس ابتلع بالحوت فلما نزل في قاع البحر ما زال وذا النون وسيدنا يونس النون هو الحوت وذا النون صاحب الحوت اذ ذهب مغاضبا فظن ان المقدر عليه. مع انه ظن ان المقدر عليه يعني توقع ان الله لن يضيق عليه. يعني سيدنا يونس قال انا نبي وربنا يعمل لي خاطر ومش هيعذبني. فترك القوم وهو انصرف. ده معنى كلمة ظن ان المقدر عليه، ان المقدر يعني مضيق عليه. ظن ان المقدر عليه فترى الحوت في الحفر فنادى في الظلمات. نادى بالايه؟ بالعمل الصالح. ان لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. فاستجبنا له الله تعالى الصالح ونجيناه من الغم. يقول سيدنا عمر يقرا سيدنا يونس يقول له سيدنا عمر يقرا سيدنا النبي يقول له النجاه يونس وحده لك. فاستجبنا له ونجيناه من الغم يونس وحده. فقال النبي اما سمعت الله قال بعدها وكذلك ننجي المؤمنين. كل من يطلع الى الله تعالى الصالح ينجيه الله تبارك وتعالى. يبقى لازم يكون عندك ايه؟ رصيد. يكون عندك رصيد حساب عشان لما تحط في رزق كده ما يقولكش عفوا انما ده رصيدك. يبقى عندك رصيد موجود من العمل الصالح تتقرب به الى الله. هو سيدنا موسى سيدنا يونس غرق وفرعون غرق. سيدنا يونس غرق في قاع البحر وفرعون غرق على شاطئ البحر. سيدنا موسى انجاه الله وفرعون اهلكه الله. ليه؟ والاثنين ناجوا. لكن يونس ندى كان عنده رصيد. خد بالك من ايه؟ عنده رصيد. راجل عنده عمل صالح وظنوني ابناء انا خلاص لا اله الا انت سبحانك ربنا انجاك. عنده اعمال صالحه لكن فرعون لما نادى ما كانش عنده. حتى اذا ادركه الغرق قال امنت انه لا اله الا الذي امنت به بنو اسرائيل وانا من المسلمين. ربنا يقول على مين الكلام ده؟ على مين؟ ده انت عمرك وقتها يا رب. عمرك قال الان شوف الكلمه لسه جاي تؤمن الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. لا تبرأ فاليوم ننجيك ببدرك لتكون لمن خلقك آية. إن كثير من الناس عن آياتنا لغافلون. يا إخوة وسيلتنا إلى الله تبارك وتعالى هي العمل الصالح كما فعل صحابة النبي صلى الله عليه وسلم وكما فعل التابعون وكما قال السيد النبي كما لا تنبأ تعود إلى ربك فإنه أرحم الراحمين.
قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الله خير مما يشركون او معه الاخوه تقدموا لكم السحر اخواني فيا الذين امنوا اذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم واذكروا ان كنتم قليلا فكثرت الاخوه السحر اخوانكم ان تكون دخان جزاكم الله خيرا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وابتغوا اليه الوسيله وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون كان الصحابه رضوان الله عليهم في حياه النبي صلى الله عليه وسلم يتوسلون الى الله ورسوله يعني لما كان النبي موجود تحت المشكله الصحابه مقدمين للنبي يتوسلون الى الله فيه برسوله حتى ربنا في القران كده ولو انهم اذ ظلموا انفسهم جاءوك تحت عندك اشتراك اليه للنبي فيدعي التوبه بلا كلك ان شاء الله ولو انهم اذ ظلموا انفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما للوكيل عشان كده قالوا لما كان ينقطع المطر ايام النبي كان يرفع عينه فينزل المطر طب لما مات النبي الصحابه يعملوا ايه؟ ما هو ربنا الذي وما كان الله ليعذبهم وانت ايه؟ فيهم طب لما النبي يموت يروحوا بداية؟ لا وضع الله لنا رسولا بعد رسول الله لتقرب من الله به. ايه الرسول بعد النبي؟ ايه هو ده؟ الاستغفار. وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم. ولما مات النبي صلى عليه وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. ايه الاستغفار ده؟ الوسيله الوسيله بتاعتك الاستغفار شغال انت عندك عداد. سيدنا نوح ربنا عمل ايه؟ فلولا انه كان من المسبحين للبث في بطنه الى يوم يبعثون. بس كان مين؟ من المسبحين. بعد كده ما لبسش لما مات النبي صلى الله عليه وسلم وامتنع المطر وقف عمر بن الخطاب ونادى العباس عمرو النبي صلى الله عليه وسلم واخذ العباس وقال يا عباس ادع الله لنا حتى ينزل المطر فانت من ال بيت النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى ما ينفعش نتوسل بالاموال. واحد مات خلاص كنا نتوسل بالنبي لما كان ايه؟ عايش. لما النبي مات خلاص نتوسل بالله والعمل الصالح. فسيدنا عمر خذ العباس ورفع يديه الى السماء وقال اللهم انا كنا نستسقيك يعني نطلب المطر والسقيا بنبيك محمد وقد مات اللهم انا نستسقيك بعبده العباس فاسقنا فنمى الماء. بس صالحين بس مش بتاخدوا ايه؟ لماذا؟ لماذا؟ انتقل الى الله ويعني هو يستحق الى المغفره والى الرحمه فلا نتوسل نحن بالاموال. نزل عباد الاضرحه والكلام اللي احنا بنشوفه في بعض الاماكن وندخل بقى على التشيع بقى مش ربنا قال ازاي تدخل على التشيع والكلام اللي هو هذا لا نريده ابدا. هذا كمان قد يخرج من العقيده وقد يدخل دخل في العقيده ومشكله في العقيده. هذا يحدث في البلدان الاسلاميه كثيرا حتى في مصر. رايك في مصر هذا والله احد الاخوه من اللطائف يعني والطرائف وقف في احدى الاضرحه ضريح مشهور في مصر اسمه السيد البدوي ده مشهور. فاحد الناس اللي يعني الذين ضعف ايمانهم يتوسل الى السيد البدوي ولا يتوسل الى الله سبحانه وتعالى. فواحد السيد البدوي وبيدعوه هكذا يقول اخ والله فاضل الحشيش محمد حسن. فبقول للسيد البدوي السيد البدوي انا عندي بنتي في حال الولاده متعسره في مستشفى المحلي، مستشفى المحلي في منطقه الدلتا. انا عندي بنتي في حال الولاده متعسره ووصلت هديه فالله يخليك اقف معاها ان شاء الله. خلي بالك من الدنيا عشان الموضوع صعب على المشوار. فالشيخ انتظر شويه فلقى واحد اخر قال له يا سيد بدري الله يخليك وعندي ابني عنده امتحان في مستشفى عين شمس عنده امتحان في جامعه عين شمس في القاهره. فوقف مع 10 جماعه. فالشيخ قال له يا سيد بدري مش فاضي جوازي واحده في المستشفى المحلي. هو البدري هيروح فين ولا فين؟ انا عنده حاله ولاده متعثره وعنده امتحان روح فين؟ دي مشكله. بدل ما تروح لها روح لربك. مش كده؟ كنا نتوسل اليك برسولك محمد وقد ايه؟ وقد مات. اللهم انا نتوسل اليك بعبده العباس. طب مات يا عباس؟ نتوسل اليك بصالح اعمالنا كما توسل الثلاثه الايه؟ الذين دخلوا في الصدقه في النار.
ما قالوش ان انا اللي غلط، انا كنت من ابويا وامي يا رب، ربنا يفرج الصخرة، انا تمكنت من الحرام ولم افعل الحرام لاجلك، ربنا يفرج الصخرة، انا اخذت من الحرام ثم تركته لاجلك، ربنا يخرجهم سالمين. هذه وسيلتنا الى الله سبحانه وتعالى وسيلتنا. فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا. يعمل ايه؟ يرسل السماء عليكم مدرارا ادخلهم ويمددكم باموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارا. ايه بالوسيله؟ ما هي الوسيله؟ هي العمل الصالح. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وابتغوا توسلوا اليه وابتغوا اليه الوسيله وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. وفي الحديث ان الوسيله تمعنت لفرض. الوسيله هي مقام للنبي صلى الله عليه وسلم قال: اذا سمعتم المؤذنه فقولوا مثلما يقول ثم صلوا علي ثم سلوا لي الوسيله. بدون ايه بعد الاذان؟ اتي محمدا الايه؟ الوسيلة والفضيلة. وبعثت اللهم المقام المحمود الذي وعد. فالنبي يقول: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثلما يقول ثم صلوا عليه صلى الله عليه وسلم ثم سلوا لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تكون إلا العبد من عباد الله، وأحب أن أكون أنا هو. فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة. اللهم ارزقنا شفاعة نبيك، اللهم ارزقنا شفاعة نبيك، اللهم ارزقنا الوسيلة الصالحة يا رب العالمين، اللهم حقق غايتنا، اللهم حقق غايتنا، اللهم حقق أهدافنا، اللهم ارزقنا وسيلة خير توصلنا إليك، اللهم ارزقنا وسيلة خير توصلنا إليك، اللهم اغفر لنا وارحمنا، وعافنا واعف عنا، وعلى طاعتك أعنا، وفقنا اللهم لما تحب وترضى، اجعل جمعنا جمعا مرحوما، اجعل فراقنا من بعده معصوما، اللهم لا تجعل فينا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما، اللهم تقبل منا رمضان، اللهم تقبل منا رمضان، اللهم تقبل منا رمضان، اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا وارحمهم كما ربونا صغارا، اللهم احفظ أولادنا وزوجاتنا وبناتنا واسترهم بسترك الجميل، اللهم في هذا البلد ربي لنا أولادنا واستر أعراضنا واسع أرزاقنا، اللهم بلغنا مما يؤتيك آمالنا، اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، اللهم انصر المستضعفين المستباحين في سوريا وفي بورما وفي كل مكان، اللهم احفظ دماءهم واستر أعراضهم وحقق غاياتهم ودافع أنت عنهم، اللهم عليك من ضربهم ومن شطرهم يا رب العالمين، اللهم ألحقهم بالبلاد والعباد بكرمك وجودك يا أكرم الأكرمين، اللهم إنا نسألك صلاة في المسجد الأقصى قبل الممات، اللهم إنا نسألك صلاة في المسجد الأقصى قبل الممات، فك الحصار على المحاصرين وفرج كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واصف علينا وعلى عبادك الصالحين، بكرمك وجودك يا أكرم الأكرمين، وصل اللهم على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين، وقوموا لصلاتكم وارحمني وارحمكم.